رأس الحربة هنا الكرة العالية الآن بالرأس جول أول لمصلحة المنتخب الأوزبكي هدف أول عن طريق المدافع تورسونوف إذن تورسونوف يفتتح التسجيل لمصلحة المنتخب الأوزبكي شوفه في الإعادة شوف عملية الارتقاء سهلة كانت بالنسبة لحارس المرمى ولكن هدف أول لمرمى المنتخب النيبالي شوف شوف الكرة وشوف الإعادة ارتقى لها تورسونوف حاط براسه هناك على الجهة اليمنى وفي الجهة اليمنى لحارس المرمى النيبالي لكي يعلن عن أول أهداف اللقاء ويعلن عن شوف المراوغة يا سلام من صديقوف ممكن هذه يا سلام ما تخذ تكمل الممكن الله جول المنتخب الأوزبكي هدف جميل عمليتها تخذ يكسر فيها الدفاع كله المنتخب الأوزبكي وبالتالي تسجيل الهدف الثاني تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب جانييف شوف الهدف الجميل من جانب جانييف عمليته تخذ مثالية كسر فيها الدفاع كله وبعد ذلك استقبله وحطه في المرمى وسجل الهدف الثاني لكي يتقدم المنتخب الأوزبكي بهدفين مقابل لا شيء وسيتصدر هذه المجموعة مؤقتا لحين مباراة منتخب الإمارات مع المنتخب اللبناني يسبب صداع وإزعاج كبير لمدافعي المنتخب النيبالي هناك في الجهة اليسرى للمنتخب النيبالي نقلات صادقوف لكن في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا تنطلق الصافرة نهاية هذا اللقاء بفوز المنتخب الأوزبكي